خلينا نقول لحضرتك ان احنا دلوقتي عندنا في مجموعه كايزرية تكامل ما بين حلقات الصناعه، يعني ما عندنا الجدود، عندنا الامهات، عندنا العلف، عندنا كتكوت التسمين. ده مردوده ايه على المجموعه؟ شركه كايزرية ايه بقى عندها الدايره بتاعت الجدود اللي هتسلم البي اس، هتنتج البي اس، والبي اس هينتج التسمين اللي هيمد المجزر وهينزل المنتج النهائي اللي احنا متارجتين عليه. ده هيخلي الاداء بتاع التسمين اعلى من ما هو موجود حاليا. تمام. ده هيزود لي ايه؟ ان تتقفل الفجوه اللي موجوده حاليا ما بين الاستيراد والمعروض في السوق المحلي. حضرتك محتك جدا بالسوق كمدير تسويق مبيعات. المربي في مصر هل ينتظر الهابرد في شمس بلس؟ هم بداوا فعلا يتحركوا. يعني عايز اقول لحضرتك ان بدا في جزء منهم يقول طب ما نستورد، لكن ده مش التارجت بتاع كايرو 3A. كايرو 3A بالتارجت على منتج محلي عالي الجوده، عالي الاداء، يكفي جزء كبير من احتياجات السوق. فاحنا مش هنكون بنتارجت على اننا ما نستوردش لحم ونستورد امهات. بقدر الامكان ده مش هيكون التارجت بتاع الشركه. طب هل الدعم بتاع كايرو 3A هيكون مجرد ان انا هدي كتكوت بمواصفات فريده للمربي بتاعي، ولا في اوجه تانية بنفكر فيها؟ في عندنا فريق متابعه عباره عن دكاتره بيطريين متمرسين وشاطرين جدا كفيلد. دول بيبداوا مع العميل من اول الكتكوت ما يطلع من الهاتش من التفريخ، مرورا بالتحصين بتاعه في المعمل لحد ما يستلمه، وبعدين بنتابعه بعد 3 ايام، وبعدين بنتابعه بعد اسبوع، وبعدين بنتابعه بصفه دوريه كل شهر في زيارات لي. ده جزء بيطمنه، اطمئن احنا معاك. بيجي جزء تاني ان احنا بنديله كل الريكومنديشن، كل التوصيات اللي هو محتاجها. كايرو 3A ما بتسيبش العميل لحد ما يبيع قطيعا.